ومرحبا بكم مشاهدينا في النشرة الجوية. نبدأها كالعادة بتحليل صورة السطل، حيث نلاحظ أن السماء قليلة السحب إلى صافية عموما. وغدا بحول الله بالمنطقة الشمالية يتوقع تكون ضباب بالسهول الشمالية، وباقي المناطق الأخرى سماء قليلة السحب إلى صافية مع طقس عموما مستقر. درجات الحرارة الدنيا ستعادل 5 درجات بمدينة بولمان، 6 درجات بفرن، 13 درجة ستسجل بمدينة وجدة، 11 درجة بالرباط. ودرجات الحرارة القصوى ستتأرجح ما بين 28 درجة بوجدة، 27 درجة بالحسيمة، 26 درجة بمدينة طنجة، 25 درجة بالعرائش، و22 درجة بالرباط. بالمنطقة الوسطى للبلاد يتوقع أن تكون السماء قليلة السحب إلى صافية بأغلب المناطق، ودرجات الحرارة ستتراوح ما بين 16 درجة بمدينة ورزات وكذلك ببني ملال، 17 درجة بالراشيدية، 21 درجة بمدينة أرفود، 20 درجة بتارودانت. ودرجات حرارة النهار ستتأرجح ما بين 31 درجة بالراشيدية، 33 درجة بأرفود، 34 درجة بزاقورة، 35 درجة بطاطا، 37 درجة بتارودانت، 32 درجة بمدينة ورزازات، و34 درجة بمراكش. بشمال الأقاليم الجنوبية يتوقع بحول الله تكون ضباب بالشمال الغربي للأقاليم الجنوبية، وببقي المناطق الأخرى سماء قليلة السحب إلى صافية مع رفع بعض الزوابع الرملية بداخل الأقاليم الجنوبية عموما. ودرجات الحرارة ستتراوح ما بين 21 درجة بالزاق وكذلك بسمارة، 24 درجة بقلتة زمور. ودرجات الحرارة العليا ستصل بإذن الله إلى 36 درجة بالزاق، سمارة، بكرة وكذلك بقلتة زمور، 34 درجة بالعيون، 31 درجة بطنطن، 24 درجة بمدينة طرفاية، و26 درجة ببوشدور. في اتجاهنا لأقصى الأقاليم الجنوبية يتوقع بحول الله أن تكون السماء قليلة السحب إلى صافية مع رفع بعض الزوابع الرملية، ودرجات الحرارة ستعادل 21 درجة بمدينة الدخلة، 22 درجة بالكويرة، 26 درجة ببيرانزران، و25 درجة بأوسرد. ودرجات الحرارة العليا ستعادل 41 درجة بالكويرة، 32 درجة بالدخلة، 36 درجة ببيرانزران، و38 درجة بأوسرد. حالة البحر، سيكون البحر بالواجهة المتوسطية وكذلك بالبوغاز قليل الهيجان إلى هائج، بعلو سيتراوح ما بين 1.50 سنتيمتر بالواجهة المتوسطية ومترين بالبوغاز. ما بين طنطان وبوشدور سيكون البحر كذلك قليل الهيجان إلى هائج، وباقي السواحل سيكون البحر هائج بعلو سيصل إلى 1.50 سنتيمتر. المد بمدينة الرباط سيكون على الساعة بعد منتصف النهار بثمان دقائق، وعلى الساعة الحادية عشرة ليلا وأربعين وثلاثين دقيقة. والجزر سيكون على الساعة الخامسة صباحا وثمان وخمسين دقيقة، والسادسة مساء وثمان دقائق. شروق الشمس بمدينة الرباط يكون على الساعة السادسة واثنتي عشرة دقيقة، والغروب في تمام الساعة السادسة واثنين وخمسين دقيقة. بالنسبة لتوقعات الأيام القادمة يتوقع بحول الله يوم الأحد طقس نسبيا حار، وذلك بداخل الأقاليم الجنوبية مع تكون ضباب بالسهول الأطلسية الشمالية وكذلك بالسواحل الوسطى. بباقي المناطق الأخرى طقس مستقر مع سماء قليلة السحب إلى صافية ورفع كذلك بعض الزوابع الرملية بداخل الأقاليم الجنوبية. يومي الاثنين والثلاثاء طقس دائما حار بأقصى الأقاليم الجنوبية وتكون ضباب بالسواحل الشمالية والوسطى. بخصوص أيام الأربعاء الخميس وكذلك يوم الجمعة طقس نسبيا غائم بالوسط وكذلك بالشمال وبالأطلس، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة بأغلب المناطق وارتفاع بالسهول الشمالية. وإليكم الآن توقعات دول المغرب الكبير، أوروبا والشرق الأوسط. متابعة، إلى اللقاء.